هاد الطحشه هادي البنات ديال بوصيحه وليت بحال بوصيحه كنت شي ايامات كناكل يدم، ولكن مع هاد الوصفات البنات اللي غادي نديرهم لكم وغادي تتبعوهم ان شاء الله غتولي عندكم الكرش مسطحه وغزاله وما غادي يبقاو لا جناب لا حتى شي حاجه. مازال ان شاء الله غادي نشارك معكم كاع 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 داكشي اللي كنعرف، وجربوا جربوا البنات الوصفات راهم توب. كبدايات كدايرين لاباس عليكم، كنتمنى لكم الفيديو في احسن الاحوال. شكرا بزاف 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 للدعم ديالكم، وشكرا للايك ديالكم، وشكرا للتعليق ديالكم، كنحماق عليكم وكنبوسكم بوحده بوحده. عرفتوا اليوم البنات شنو دايره؟ اخيرا شحفتكم على الوصفه ديال الكرش. اليوم يا البنات غنعطيكم جوج وصفات خطيرين، الا ما حيدوش لك الكرش رجعوا قول لي رجوا انت يا كذابه. واعرين بزاف 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 من اسبوعين الاولين، انا البنات راه كتجيكم ديريكت، ماشي غنقول لك في يومين ولا في نهار ولا، من الاسبوعين الاولين كتحسي الدهون ديال الكرش ديالك امشى. ومازال ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الصنطه ديال الكرش غير 40 درهم ولا شي 50 درهم، وغنبغيكم كاملين تشريوها. شريتها البنات ماشي اشهار، وغادي نشارك معكم حتى الحركات الرياضيه، حيت ضروري ملي تكوني كتشربي شي وصفه ضروري ديري الحركات الرياضيه، وبامكانك ديري الوصفات وما ديري حتى شي حاجه، ديري الصنطه اولا ديري السلوفان، ديروا اي حاجه ارتاحيتوا ليها. وقبالي البنات عرفتوا شنو جايبه لكم؟ جايبه لكم 6 ديال الرابحات. عرفتوا شنو غادي يربحوا؟ غيربحوا مع هذيك البنوته سعاد اللي كنت قلت لكم راه كدير ديما جوائز وكتعطي لي روشارج للبنات في اللايفات، يعني داكشي مباشر، وكتصور الروسيات باللي البنات صيفطات لهم. وراكم عارفين يعني الثقه هي في حالي في حالها، وراكم عارفين البنات المصداقيه ديالي انا، البنات كاملين يربحوا. حطيت لكم التصاور ديالهم، حطيت لكم بلي توصلوا بالفلوس، حطيت لكم بلي تواصلت معاهم. الحمد لله انا هادشي ما كيهمنيش، كتهمني المصداقيه، واللي بغى يقول شي حاجه يقولها. ودابا غادي ندوز باش غادي نقول لكم هاد 6 ديال الرابحات شنو غيربحوا. عرفتوا البنات شنو غادي يربحوا هاد 6 ديال الرابحات؟ اي اسمعي ليا قبل ما نقول لكم شنو غيربحوا، غنخليكم مع واحد المقطع من الفيديو ديال سعاد. قناتها واعره بزاف بزاف بزاف، كتخسر على قناتها، كتخدم على قناتها، كتحط داكشي واعر، طياب اكل الطبخ، الله يعمرها دار، انسانه طيبه جدا جدا. ما كرهتكمش البنات توصلوها لعشراكه ل6000ك ل8000ك، كلما زدتو وصلتوها بزاف لي زابوني غادي دير السحب الداغي وتصيفط لكم كامل الجوائز ديالكم. غادي نخليكم مع سعاد نرجع لكم ابخي. سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وبشركم بروكه والله يجعل يدخل عليكم بالصحه ولهنا ان شاء الله. اليوم جيت باش نقول لكم انكم تشاركوا معايا في المسابقه ديال العيد ان شاء الله، اللي درت لكم فيها خسرت لكم فيها بزاف ديال الهدايا اللي طلبوا مني البنات، كتعلق في اجهزه المطبخ. كنتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديوهات ديالي وتشاركوا في المسابقات اللي كندير كل اسبوع. وشكرا بزاف على اختي رجوى اللي كتتيح لي هذه الفرصه باش نتعرف عليكم اكثر واكثر. نتلاقاو ان شاء الله في القناه ديالي. ايوا شفتوا البنوته سعاد غزاله غزاله وطيبه البنات، وكل اسبوع راها كل اسبوع كدير جوائز، كدير بيجامات، كدير روشارجات، اللايفات ديما عندها روشارج، كل اسبوع كدير حوايج كدوات فلوس. داك المره ربحت البنات فران مونينكس، ربحتهم عاوتاني 3000 درهم 10000 ريال الوحده، وان شاء الله انا مازال جايبه لكم جوائز واعرين ديال الفلوس. الشروط جد سهله 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 جدا، فقط ديروا ابوني لقناتي والقناه ديال سعاد صافي، وغادي تمشي وغادي تكتبوا ليها تعليق في الفيديو ديال الجوائز اللي غادي تكون هي حطاته اخر المهم ما نقدرش نقول لهم اخر فيديو، حيت البنات اللي غادي يدخل من المهم غادي تحط الفيديو تقدر تكون هي حطات فيديو اخر. غتمشيو وغادي تخليوا ليها تعليق تقولوا لها انا من طرف رجوى، وتخليوا ليها النمره ديالكم اولا تخليوا ليها الجيميل ديالكم اللي تواصل معكم فيه، وديروا ابوني البنات، وضروري تفرجوا في الفيديوهات وتفاعلوا معاها باش نكملوا ليها مسكينه السوايع. ماشي غير ديروا ابوني وتخرجوا، ديروا ابوني وتكليكيو على الجرس حيت اليوتيوب كيحذف، ضروري تكليكيو على الجرس وديروا ابوني وتفرجوا الفيديوهات ديالها البنات، تحس بالفرق حيت البنت مسكينه سيده خاسره فلوسها، تحس بالفرق. تفرجوا فيديوهاتها كاملين ما تخسري حتى حاجه باش ان شاء الله تكمل الشروط ديالها حتى هي، ومازال غتهلا فيكم. غتربحوا فران مولينكس بانيني سينيه بالكيسان ديالها عصارة ديال الليمون، أييه يا لالا ويا سيدي، جوائز واعرين بزاف. ودابا غادي ندوزو البنات، المهم القناة ديال سعاد غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، وصلوها شحال ما بغيتو، 6000 8000 10000 البنات نعول عليكم. ومع رجاء ديما إن شاء الله تبقاو رابحين، غير تيقو فيا ديما نبقى نجيب لكم مسابقة واعرين، والمصداقية مليون في المية. وندوزو دابا للوصفة. عرفتو البنات هاد الوصفات اللي غادي نعطيكم شي حاجة
طوب بزاف، ولكن باش نكون معكم صريحه، انا نتوما عارفيني صريحه بزاف بزاف بزاف، راه ماشي شي وحده غتكون الكرش ديالها قاد هكا بحال دابا مثلا الامهات ديالنا، كاين شي امهات تكون عندها الكرش بزاف، هذيك اختي راه كذبه لك الكذب، حتى شي وصفه ما غادي غادي تحيد لك هذيك الكرش، ما عليك غير الدكتور التازي ولا شي دكتور ولا غادي يحيد لك، حتى ديك تتولي شحمه بزاف، تقدر تنقص لك شويه ولكن راه ما غاديش تحيد لك هذاك الطرف كامل اللي عندك، ولكن تقدر تنقص لك شويه. انا معكم صريحه، البنات اللي عندهم الكرش على قد الحال هكا تكون كريشه شويه الجنه وداكشي، فهاد الوصف اللي غادي نعطيكم تقبط لك تولي عندك كرش مسطحه وغترجعي وتقولي يا رجوه راني جربتها وعجبتني. ولكن البنات افيتيو القليب الليل، انا علاش ولات عندي الكرش؟ انا في الاصل ما عنديش الكرش، وليت كنقلي بالليل، القليل قليل 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 ولات عندي الكرش، عطاني هاد الوصفات عطاهم لي واحد السيد مختص عزيز على قلبي اللي كنقولو تحيه، غيشوف هاد الفيديو غادي يعرف واحد السيد اللي مختص في هاد الشيء، وتبارك الله عليه تبارك الله عليه. وصافي غادي ندوز دابا الوصفات، الوصفه الاولى والوصفه الثانيه، وغادي نخليكم مع الوصفه الاولى ونرجع نقول لكم الطريقه كيفاش. شفتوا الوصفه الاولى شنو فيها؟ القرفه، كمون، وسكنجبير، سكنجبير وسكنجبير، والماء مغلي، اييه يا سيدي الماء مغلي، والطريفات ديال الحامض، الماء يكون مغلي مغلي عندك، تشدوا هاد المكونات وتغليهم في البوطه، لا حتى تغليوا الماء وتحيدوه ديروه في الكاس وهو مغلي، وغادي نزيدوا عليه هاد المكونات هادو اللي واعرين بزاف وهما تيهضروا على راسهم، الكرش غتمشي ان شاء الله، وضروري الناس من الرياضه ما تاكلوش وحيدوا يد الدنياس بالليل. يلا غندوز دابا باش نحضر معكم الوصفه. غادي ناخذ البنات معلقه مع امرش ديال القرفه، هادشي اللي غندير، غادي نعطيه لماما حيت انا صافي ما بقاش عندي كريشه، غنديروا معلقه صغيره مع امرش ديال القرفه، نهبط التليفون باش تشوفوا الماء يا البنات يكون طايب، وغادي نديرو انا نكمل العبارب هذه حيت هذه صافي قست بها، غنديروا معلقه مع امرش ديال الكمون، المهم الكمون معروف البنات المعده المكونات كاملين كاملين معروفين بلا ما نحتاجو نهضروا عليهم، وسكنجبير، سكنجبير معروف البنات الكريشه، غنديروا معلقه عامره هذه تقريبا غتعطيني معلقه عامره، كنكره السكنجبير، غنكون معكم البنات صريحه هذه الوصفه راه خصك تكوني عندك شنو غادي ندير الموس، خصك تكوني كابابل باش تقدي تاكلي هذه الوصفه هذه، حيتاش راها صعيبه بزاف بزاف الطريفه ديال الحامض، انا غنقول لكم باش تحليوها البنات باش تقدروا تشربوها، انا راه كنت كنشرب حتى يغفر لي ربي الذنوب، الطريفات ديال الحامض البنات ما تقووش من الحامض غير شي طريفات هكا باش عاوتاني الحاجه الى زادت على حدها انقلبت الى ضدها، نحيد هاد المسائل ديالي وغادي نوريكم الخلطه كيفاش دايره، هانتوما البنات ها الكاس ديالنا ها هو شفتوه، غنخلط وغادي نخليه 10 دقائق البنات، غتخلطوا هاد الوصفه وتخليوها 10 دقائق اولا 15 دقيقه حتى داك المكونات ينسلموا مع بعضياتهم ويطلقوا لينا في هذاك الماء، وعاد ابخي نكمل معكم الهضره وانا كنشوف، قلت لكم البنات غتخليوا هاد المكونات ينسجموا مع بعضياتهم ويطلقوا، وابخي غادي نصفيوهم في كاس واحد اخر وناخذوا غير الماء ديالهم، وياكم البنات تغليوهم، انا كنقول لكم وباش تشربوا تقدروا تشربوها البنات، احسن حاجه انكم ديروا معلقه ديال العسل، ماما كتقول لي ماشي مشكل ماما صباره، انا ما غاديش ندير لها معلقه ديال العسل، بعد ما راش اللي كديرها ديروا اي عسل عندكم، اي عسل عندكم بيان سيغ اللي عنده الحر يدير الحر، اللي عنده عسل عادي يدير عسل، ما ديروش عاوتاني داك العسل اللي مره عرفتوا داك العسل اللي كيكون سكر، عسل ديال الماكله راه معروف كيكون رخيص بزاف، راه اي واحد عنده في الدار سيرتو في هذا رمضان، كتزيدوا عليها معلقه ديال العسل وتخلطوها مزيان بالحق البنات، العسل زيدوه حتى تصفيو الوصفه، تبعوا البنات وما تزيدوش الفيديو، تبعوا كل شيء بالتفاصيل، لا زقلتي غير شي حاجه ولا زدتي شي حاجه على هاد المقادير اللي انا عطيتك متلومي الا راسك، هاد الوصفه البنات كل نهار غادي تصايبي نفس الخلطه، كل نهار غتصايبي نفس الخلطه وغادي تاكليها بنص ساعه، تاكليها غادي تشربيها بنص ساعه قبل ما تاكلي،
ديما البنات هاد الوصفات اللي غادي نعطيكم راه فقط كيحرقوا لينا الدهون الزايده، ماشي غتقولي غيضعفوك ولا شي حاجه. الا عندك الدهون حتى هنايا غيحرقوهم ليك، الا عندك الدهون في الجناب غادي يحرقوهم لك، ما عندهمش علاقه بالمؤخره ولا داكشي كامل. يعني المؤخره ما فيهاش الدهون التخربيق، يعني اكثر يا هما تيلعبوا غير الى هاد الوصفه معطيه غير لهنايا، وتقدر تحيد لك حتى تروحهم من هنايا، معطيه الجناب والكرش يا البنات فقط، ما كتضعفك من حتى شي بلاصه من وجهك ولا شي حاجه، ما تخافي من حتى شي حاجه، فقط هي كتمشي الشحوم اللي كاينه في الكرش. فهاد الوصفه البنات الا قديتي ديريها 3 المرات غتكون النتيجه واعره. من الاسبوع الاول غتحسي بالفرق، الكرش ديالك غتحسي بالفرق ديالها، الا تبعتيها غتحسي بالفرق، ولكن راه ماشي غتحسي بواحد الفرق دي واو، ولكن غتحسي بان الكرش ديالك شويه بدات كتنقص. في اسبوعين البنات غادي تفكروني، الا تبعتوا هاد الوصفه هذه بقيتوا كل نهار كتشربوا 3 الكيسان قبل الماكله، كل نهار 3 الكيسان قبل الماكله، كل نهار 3 الكيسان قبل الماكله، وغادي تفكريني وغادي تقولي رجوع عندك الحق، غادي تمحي لك الكرش والشحمه غادي تذوبها، حيت المكونات كاملين كيحيدوا لينا الشحمه وبزاف ديال الحوايج. ودابا غادي ندوزو للوصفه رقم 2 اللي واعره، حتى هي نصايبها لماما حتى هي اللي تتشربها دابا. انا صافي ساليت من داك الوصفات وغادي نديروها مجموعين. كبيدات شفتوا الوصفه الثانيه اللي هي حتى هي سهله بزاف بزاف بزاف، حتى هي كتحرق الدهون. ودابا البنات شفتوا الوصفه الثانيه اللي وصفه سهله بزاف بزاف ومكوناتها موجودين في اي دار مغربيه، فقط ما عليك الا داومي ها البنات، وهذه ما تبقايش ديريها كل نهار، يعني ملي غتسالى لك عاد غتعاودي تصايبيها. فكما شفتوا عندنا الماء بارد، بلا ما نعاود معكم المقادير، عندنا الماء بارد. اشنو غادي نديروا في هذا الماء بارد البنات؟ غادي نقطعوا فيه الخيار، انا دايره غير كميه بسيطه، ها نتوما ديروا المهم قريعه بحال هكايا، شي قريعه بحال هكا، ماشي نسيطرو هكا، المهم بحال هكا. غادي نقطعوا فيها الخيار بالقشور ديالو، انزيد باش تشوفوا الطريقه، ها نتوما البنات بالقشور ديالو، حيدوا هاد الايبات هادو، غادي نزرب ونرجع لكم باش ما يجيش الفيديو طويل، ولا غادي نهضر معاكم. بدات ورجعت لكم دابا، ها هي الوصفه ديالنا، نقص من الماء لانه فاض ليا، ما عمرني ما درت فهاد القريعه هادي، حاولوا ديروا غير نص ديال سميتو. ها نتوما يا البنات شوفوا الوصفه، شفتوا من الشوفه ديالها كتشجعكم انكم تشربوها. هادي زيدوا فيها العسل البنات وخليوه. اشنو كنديروا فهاد الوصفه هادي؟ هادي يا سيدي كنخلطوا المكونات بالليل وكنخليوه في الثلاجه حتى الصباح، وكنبقاو ناخذوا كويس قبل الفطور وكويس قبل الغداء وكويس قبل العشاء 3 المرات في النهار البنات. واخا غتجيكم هاد الوصفه قاصحه وهاد الوصفات قاصحه، اصلا اي حاجه كتضعف، مازال الحاجه اللي كتغلط كتكون تقدروش تاكلوها، سبحان الله الحاجه اللي كتضعف ما كتقدروش تاكلوها، ولكن خصك ديري واحد القضيه، ديري العزيمه والرغبه انك باغي تطيحي الكرش، انك باغي تقوي شعرك، انك باغي تبيض وجهك، انك باغي تصفي وجهك، ديما حتى واحد العزيمه حتى هنا هن عدني فك، وان شاء الله غادي ديريها، حيت هاد الوصفات كاملين مجوج بهم واعرين بزاف وحصريين، وما كايناش فشي قناه اخرى غير القناه ديالي، حيت هادو عطاهم لي واحد الصديق عزيز كما قلت لكم، ومن نهار عطاهم لي زعما لحد الان باقا كنشكرو وكنوجه ليه تحيه اخرى، كنقول ليه الله يسهل عليك اخويا عتقتيني. فهذا ما كان، هذه هي الوصفه قلت لكم غتبقاو تصايبوا فيما تسال عليكم، صايبوها يا اما ديروا هذه الوصفه الاولى يا اما الوصفه الثانيه، بجوج بهم عندهم نفس الفوائد، بجوج بهم عندهم نفس النتيجه بجوجهم، غير انا عطيتكم جوج وصفات باش اللي ما قدرش دير هذه دير الاخر. الخيار رخيص، الحافظ رخيص، كنجبير موجود، شري من العطار الخنشه ديالك، ما تقاسيش العطريه ديال الدار وداكشي. فهاد الوصفه هذه غادي نخليها لماما حتى هي تشربها. وحاجه اخرى البنات فيما تسال عليكم قلت لكم ديروها، وكانوا هادو هما الوصفات ديال الكرش، تبعيهم 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 مده شهر
وتفكريني يعني عطيهم شهر، ما تبقايش دايره بالك معاهم، ما تبقايش كل مره كتقلبي كرشك كتقولي ضعفيت لا باقا ما ضعفيتش. نساي حتى واحد النهار تصدمي، مازال الجزء الثاني ديال الصمته ديال 50 درهم، ومازال الجزء الثالث ديال الحركه الرياضيه اللي واعر بزاف، واخا تكوني مدعدعه الكرش ديالك غادي تبعها. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، عافاكم البنات جربوا هاد الوصفات راهم خطيرين بزاف. وقبل البنات ما تنساوش انكم تشاركوا في المسابقه ديال سعاد اللي فيها 6 ديال الرابحات، اللي غتربح فران، اللي غادي تربح مولينكس، اللي غادي تربح بانيني وعصاره ديال الليمون، ها اللي غادي تربح صينيه واعره بالكيسان ديالها، غادي تفرحي ماماك ولا غادي تفرحي اختك ولا غادي تفرحي راسك، سواء كنتي مزوجه تفرحي راسك وتهني. فشاركوا البنات وما تاكذوش، الربح مضمون، مضمون مليون في المية، وكل شيء كيدار قدام عينيكم. كنحماق عليكم قناه سعاد، غادي نخليها لكم صندوق الوصف، وصلوها لبزاف البنات ديال لي زابوني، ما كرهتكمش انا توصلوها ل 10000، غتشوفوا منها غير الخير ان شاء الله. شاركوا يا البنات، تقدري تكوني انت اللي غادي تربحي، شاركي وما تاكذيش. ما ربحتيش في المسابقه اللي فاتت، شاركي في المسابقه اللي جايه، وبقاي تشاركي مع رجاء ان شاء الله غادي نتهلا فيكم وغتربحوا كاملين ان شاء الله. المصداقيه هو الرمز ديالي، راكم عارفني ما كاينش زعما ديك التحرميات ولا هادي، كنحماق عليكم. رابط قناه سعاد غادي نخلي لكم صندوق الوصف، والفيديو فين غادي تشاركوا حتى هو غادي نخلي لكم صندوق الوصف. الفيديو اللي غتشاركوا فيه هو اللي فيه الهدايا، سيروا تبرعوا ليا مع راسكم، او صحتكم وراحتكم.